العياط كان المسؤول عن عقود الزواج والطلاق في المحكمة الشرعية وتحدث عن تعاطي تنظيم داعش مع النساء. نتابع. بالنسبة للمهاجرات اللي جايات للتنظيم أصلا يعني، وهذين كلهم مسلمات يعني بميل رغبتهم، إيه برغبتهم هذين يقعدن في المضافات خاصات بهن يعني. في اللي مسكوهم مع جماعة الهجرة غير الشرعية، هذين التنظيم استرقهن استرقاق يعني، أصبحن مملوكات للتنظيم ملك يعني، فهذين كانوا ينحطهم في مضافات بروحهم حتى يعني باعتبارهم يعني غير مسلمات. إيه نعم، إيه باعتبارهم غير مسلمات. فهذين كان اللي يتصرف فيهم مكتب الوالي، حتى مركز الهدود الحجرة ما هوش مشرف عليه هذين، كان مكتب الوالي وأمير المدينة اللي هو أبو أنور هم اللي يتصرفوا في الأمر يعني. فهذين فترة من الزمن هيك، وبعدين وزعوهن بملك اليمين يعني، إن فلانة تعطى لفلان يكون هو مالكها يعني، ملك اليمين تكون عندها جارية يعني سبية، فهيك كان التعامل معهن يعني.